عفوا في حدا هون؟ ليكو هذا هو الشاب. قليل الشغلات اللي بنعرفها عن حياته، بس كان له دور بآخر عمليات التنظيم. مهمتنا انه نلاقيه ونلقي القبض عليه. بس يا شباب هالشخص خطير كتير، ولازم ندير بالنا منه كتير منيح ونخطط بشكل صح. شباب خلونا نلاقي قسم الآداب اللي بدرس فيه. عفوان لو سمحتي وين قسم الآداب؟ سأل حدا تاني، ماني فاضيت لك. لك على هالحكي، شو انت احسن منا لحتى ما تردي علينا يعني؟ عمرك ما تردي عمال بالجامعة عم ترد بهالطريقة. لو هدول مستقبل البلد كمان. شباب ليكو هاي الإشارة على مكان الكلية. ها يلا. شوافوا شوي. مو هذا هو الشبي اللي بدنا اياه؟ الحقوني. يلا. إيدن لو سمحت بس شوي. استنى. الحقوا يا شباب. العمى وين اختفى؟ شو بنعمل هلا؟ ندخل على القاعات ونجيبه؟ مو ظابطة، ما بدنا نشلق العالم، والمدير حساس من ناحية المواضيع، إذا عملنا هالشي رح نوقع بمشاكل. شو رح نعمل لك كان؟ أنا رح شوف بالحمامات، وأنتوا دوروا بالممرات، يلا. يلا ماشي. عفوا في حدا هون؟ ايه في حدا. لا تاخذني انا اسف. انت شو عم تساوي هون؟ انا مضايقك بشي؟ طبعا هذا مكان للطلاب، لو سمحت تفضل. ما بدنا الشرطة جوات الحرم الجامعي. روح من هون احسن ما نشتكي عليك. يلا تحرك. طيب ماشي تكرم عيونكم، رح اطلع من هون فورا. ولا بقى تخلينا نشوفك. Mm-hmm.
بإذن الله. اليوم رح تطلع نتائج المادة، وهي آخر مادة إلي. إذا مشي حالي فيها بكون خلصت. إن شاء الله بتنجح يا روح أمك. يا ريت أبوك كان عايش لهلا وشاف هاليوم هذا مثلي. ماله نصيب، الله يرحمه. شو رأيك وقت أنجح نروح لعنده على القبر ونخبره إني نجحت ورح أتخرج من الجامعة؟ الله يسمع منك يا ابني وتفرحني فيك شي يوم. أكيد رح تنجح بالمادة وتتخرج السنة؟ معقول يا أمي؟ شو هالحكي هاد؟ اطمني رح أتخرج هاي السنة، بس خلاص وعد مني إني لاقي شغل فورا. من بعدها مستحيل خليكي تشتغلي أبدا. أنت كتير عانيتي لوصلتني لهون. شباب طلعت نتائج المادة، يلا قوموا شوفوها. قادر ما سمعتني؟ طلعوا النتائج قوم شوفهم. إيه أمي شوي وبحاكيكي. عم يقولوا طلعت النتائج، رايح أطمن وبخبرك. إيه الله يوفقك يا ابني، وبس تعرف النتيجة طمني دغري. أمي لا تبكي، خلاص رح أنجح. يلا برجع بحاكيكي. موفق. لقيتو؟ مو مبين ابدا. اما كيف بدنا نلاقيه؟ كان في شخص بالحمامات بس الطلاب فاتوا وما قدرت اعمل شيء. المدير قال لازم ندير بالنا، انتبهوا على ابسط غلطه بنروح فيها. اي ولا يهمك، شفت بعيونك اللي صار تحت، عم يدوروا على حجه كرمال يساووا لنا مشكله. اذا بدنا نمسكه لازم نسحبه من بيناتهم مثل الشعره من العجين. ايه تكرم ليش لا؟ يلا الحقوني. لك وين؟ ايه ماما الحمد لله نجحت بالمادة. الله يبارك فيكي. يلا ما بتأخر، أنا راجعة على البيت من العمليات الخاصة. خبري بابا. ايه يلا باي. وواحد منهم لحقني. لك شو نجحتي انت؟ كيف رح نخطفه للأستاذ؟ بالله ما رح نقدر ندخل السلاح. وقديه جمعتي؟ طيب امشي نروح لأنه أنا مستعجلة بدي روح على البيت. جبتهم من كم يوم، سيك خلي واحد معك منهم. وين بولند؟ ما بعرف، ما شفته. لك وصل. شفتوا جماعة العمليات الخاصة؟ خلونا نهرب لأنه عم يدوروا علينا. بلا سخافات انت التاني، شو هالحكي؟ وصلنا لهون وبدك انا نهرب؟ لازم ننفذ المهمة. كيف بدنا ننفذ المهمة؟ رح نغير الخطة لأنه مجبورين. شو عملتوا بالسلاح؟ ليكوا معي. منكفي شغلتنا بس بدنا نقتله ولا نخطفه؟ فهمونا. بنخطفه بعدين بنفكر شو بدنا نعمل. هات خليكم صحيانين، المهمة ايه. صعبة كتير وبدها تركيز. التزموا بالخطة شباب. العمى شو هاد؟ أكيد في غلط. مكتوب 35. لك أنا مستحيل أرسب يا أخي، متأكد من هالشي؟ أنا متأكد إني بنجح. نعرف هالشي قادر، طول بالك. تعا امشي معي، هلأ بنحكي مع الدكتور. لك شو بدي اقول للدكتور؟ ليش مرسبني؟ يا الله شو بدي اقول للمسكينة امي؟ قلت لها اني رح اتخرج اليوم، اذا عرفت رح تزعل. لا تهكى الهم، رح نحلها. هذا اللي بدنا اياه، روح تصرف. خير اخي قادر، شو في؟ الدكتور سليم رسبني بالمادة، مع اني دارس وكتبت كتير منيح. الدكتور سليم ما له منيح ابدا، عم ينجح يلي بده اياه، البنات كلهم منجحهم وما بتروح غير علينا نحن الدراويش. تمام، هيشت الفرصه لعنا، لازم تتعكر الاجواء ونخلص منه وقتها. اهدى، ما في داعي تعصب. لا تاكل هم اخي قادر، لو شو ما صار يصير رح نخليه يدفع ثمن غلطته. الحق من طول عمره ما بينوهب، بيتاخد حتى لو استخدمنا القوه. معلش ليكو، اجى قليل الشرف. روح لنحكي فورا. يلا دكتور لحظة لو سمحت. اللي عملته في إنسان بيعمله؟ ليش أنا شو عامل؟ مو حرام عليك تاكل حقه لهالمسكين؟ كان ناطر إنه يتخرج ورسبته حضرتك بالمادة. يا شباب بترجاكم اهدوا من حلب رواق. سكوت أنت. ما فيني اعمل شي بنوب، انا بعطي العلامه على هوا المعلومات يلي مكتوبه بالورقه. المره الجايه اذا درس اكثر بينجح.
لا دكتور، هلا بتروحوا بتعدل العلامه وبتنجحوا. مستحيل هالشي يصير، يلا روحوا من هون. واذا ما رحنا شو رح تعمل؟ لو سمحتوا مو ضروري انجح. نحن ابهاتنا وامهاتنا بيشتغلوا بالبساتين من الصبح للمساء كرمال يعلمونا، وناس وسخين مثلك بيروحوا هالتعب كلياته على الفاضي، ولهيك رح تنجحوا احسن ما تندم. بكره رح افصلكم يا قليلين الذوق بتشوفوا. مبين انك ما رح تجي بالمنيح. اتركني ولك بولند، اتركه اوغور. جيب السياره، جيب السياره. يلا انتوا اكيد جنيتوا. انت عامل لك تركني غلط. لا تتدخل انت، لو سمحت اتركني. خلاص احسن لك. ولك ايم ايدك، تحرك يلا. لا اخي، على اغلب يكون صار برات الجامعه. يلا خلونا نرجع على الفرع، اذا صار اي مستجدات بنتصرف فورا. بس دي يا شباب. شو في اخي؟ اتركوني بحالي احسن ما خليكم تندموا. اذا بيطلع حسك بقتلك بارضك. بولند، الشي اللي عم تساويه غلط. خرسو، سد بوزك احسن لك. نحن عم ندافع عن حقك وانت عم ندافع عنه لهالكلب. رح علمك كيف تتصرف مع طلابك من اليوم ورايح، ولا واحد من هالدكاتره رح نخليه ياكل حقنا. اجت السياره، يلا بسرعه بولند. يلا اركب، يلا تحرك. رح تندموا بسرعه. خلاص انا بفرجيكم بوين فرحتكم. طلعوا بالسياره. سد حلقك وركاب احسن ما تروح بارضك. شباب ليكون هنيك، وايدن معهم، معهم سلاح. اتركوا سلاحكم فورا وانبطحوا على الارض. يلا اتركوا الزلمه ولا تهور. انبطحوا، روحوا من هون فورا، في اطلاق نار. يلا هربوا بسرعه بسرعه بسرعه. رح يهربوا، انا رايح جيب السياره. ايه يلا استعجل، مشان الله استسلموا، رح يقتلونا كلنا. هالشي كله عم نعمله مشانك. يلا سد بوزك، بترجاكم سلموا حالكم. حوني يا شباب. أقول امشي بسرعة، يلا بسرعة. سيبو، خبر الشباب على سلكي فورا، لوحة سيارة رقمها 34 AM 02. يلا بسرعة. يلا رح خبرها.